أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة المهندس ليث عبيدات. بداية نسعد مساك. مساك يا رب. كل الخير. في البداية طبعا حضرتك صاحب مركز صيانة سيارات وبالتحديد في الصرف. تعرفني تعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. ممكن أقول لك أنا اسمي ليث بنات عبيدات، مهندس ميكانيك درس هندسة السيارات والهايبريد سيارات الكهرباء. تخصصت في هذا المجال. نقدم هنا احنا عندنا خدمات لصيانة السيارات الهايبريد الكهربائية والبنزين الحديث. هذا موجود عندنا. نعم بتوفيق. بس احكي لي شوي اكثر عن بداياتك. انت كيف اجتك فكرة انشاء هذا المركز وكيف من بداياتك دخلت هذا القطاع؟ بداياتي في هذا المجال، انا كأي شخص موجود طبيعي بحب، في كل واحد عنده حب الفضول لأي شغلة أو مهارة في فك والتركيب، مثلاً مهارة بالرسم، مهارة بركوب الخيل، أي شيء مكانت. أنا كان هوايتي طبيعتي أني بحب الفك والتركيب، وتوجهت لهذا المجال حسب هوايتي طبيعتي. نعم بتوفيق. تعرفني أكثر على المركز، شو هي أهم الخدمات اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم؟ إحنا كمركز آيلا لصيانة السيارات الهايبرد والكهربائية والبنزين نقدم خدمات لجميع خدمات السيارات، من فحص هيئة لغيار خلايا لغيار بطاريات لصيانة زيوت غيار زيوت لصيانة عامة كاملة للسيارة تشملها جميع. بس شو اللي عم بيميزكم عن المراكز الثانية وخصوصا هون بالصلت؟ اللي بيميزنا الصدق والأمانة بالعمل. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ بإذن الله أنه نتطور في هذا المجال، نقدم الخدمة للشعب كاملة، وإن إحنا توجهنا دائما بيكون بإذن الله أنه للبيع الكثير والربح القليل في هذا المجال، لأنه هذا والصدق وهذا يعني خفيف يكون موجود أنا منطبق. نعم. بس أصلاً شو هي المشاكل والمعوقات اللي عم بتواجهها بمجالك؟ المشاكل والمعوقات اللي بواجهها بالمجال إنه الناس عندها فكرة جداً سيئة عن مراكز الميكانيك، محلات الميكانيك، محلات البناشر، عندهم فكرة جداً سائدة ورائدة كانت عندهم من زمان، يعني إنه كلهم سيئين، خاصة نص أهل المنطقة هنا ما بيطلعوا يصلحوا سيارتهم إلا مناطق بعيدة مثل البيادر الصناعية، مثل ماركة، مثل القويسمة. ما عندهم فكرة إنه في ناس كفاءة كفو إنه بيقدر يصلح له سيارته على أتم وجه موجود هنا في المنطقة. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو خدر علاج والتقيت بصاحب الجلالة ماذا أستقول له؟ أقول له شكراً على الأمن والأمان الموجود، شكراً على جهدك وتفانيك في العمل على هذا الوطن الجميل. نعم بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أحب أوجه رسالة شكر لوالدتي وعائلتي وأبوي وإخواني وزوجتي وأطفالي، كلهم موجودين، يعني هم دعموني أكبر دعم، كانوا هم في المرتبة الأولى، وأصدقائي ما بنساهم، خاصة صديقي محمد ريالات. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر عن موقع مركز آيلا وشو هي طرق التواصل معكم؟ بيقدروا يتواصلوا معنا بالحضور الموقع هنا على طلوع الخرابشة بالصلت دبابنة، دوار دبابة قبل دوار دبابنة بجانب مركز العلالي للكرميد. نعم. وبيقدروا يتواصلوا معنا على أرقام 072-021-9088. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين أود أن أشكر ليث عبيدات على حسن استضافتي لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورتك. موجودة. شكرا لك.